أصوب عن كل الخطايا وشومي، وافطر على ذكرك ورجوايا رضا. هذا البرنامج برعاية نحن الآن في قلب الكابينة من مدينة سيون في حضرموت إلى المكلا، ومع حبايبنا الكابتنية في طيارة الشيخ عبد الله بكشان الله يحفظه. نحن الآن في زيارة وسياحة حضارية تاريخية في حضرموت. سنمر على سيون ونمر على شبام وكذلك على المكلا التي هي الآن منطقة تاريخية خلفنا. سنمر على وادي دوعن، سنمر على تريم. هذه المناطق الحضارية بصحبة الشيخ عبد الله بكشان حفظه الله وعشرين من الشباب السعودي الذين حضروا معنا من أجل أن يتعرفوا على تاريخ هذه المنطقة الحضاري والثقافي. ديورانت في موسوعته العظيمة قصة الحضارة بعد دراسته للحضارات قال أن أركان الحضارة أربعة: الموارد الاقتصادية، النظم السياسية، العادات والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. نحن في حضرموت سنقرأ هذه الأركان الأربعة التي قال عنها ديورانت. بدأنا رحلتنا الحضارية في حضرموت بسيون، نزلت الطائرة هناك واستقبلنا استقبال حافل وكيل المحافظة بكرم وجود واحتفاء كبير. بعد ذلك انتقلنا إلى شبام، وشبام مدينة عريقة تاريخيا أربعة قبل الميلاد، وصل إليها معاذ بن جبل رضي الله عنه في العهد الإسلامي، وشاركت في حروب الردة، وكانت منطقة عظيمة تاريخيا تبين لنا ما كان يقوله ديورانت في مسألة القيم والحضارات الأخلاقية والعادات العظيمة. نحن الآن قاعدين نأخذ جولة في مدينة شبام الأثرية والتاريخية والسوق الأساسي. حنمر نشوف أشياء عجيبة وغريبة في هذه المدينة. حندخل الآن نشوف واحدة من المهن
الأثرية المعروفة في الحياكة وطريقة الحياكة. هنستفيد منها فائدتين: الطريقة الأثرية، ونشوف كيف الإنسان لما يتبع الحلال. نحن حنمر الآن على البيوت، نشوف صناعتها، نشوف الأدوار اللي فيها، وكل دور إيش يعني من مهماته. هنا بعض الأشكال والزخارف الموجودة. برضه نستغلها في الإجازات الصيفية للشباب، نعمل لهم خيمات صيفية، لأنه الآن نحن في البيت هذا صعب توجد في مدينة شبام قاعة نفس هذه. معرفة التاريخ وكيف تدار الحياة من خلال البلدان المختلفة مهم. نحن في زيارة هذا المعرض عن شبام وجدنا السفير التركي يزور هذه المنطقة المعرض ويتفرج ويعرف إيش اللي حصل في التاريخ. هؤلاء ليسوا مجرد يعني يمرون على متحف ويقرؤون ما فيه، لا، هم يدرسون التاريخ، يحللونه، يعرفون أثار القوم، حتى يربطونه بالتاريخ السابق عندما جاء المستعمر البريطاني وكيف أزاحوه. فجمع هذا التاريخ القديم مع الجديد وكيف واصلوا في حركة الحياة، هذه يعني في غاية الأهمية. زيارة المتاحف ليست هي للتسلية وشراء بعض الأشياء، لا، هي في الحقيقة مثل هذه العقلية التركية، تنظر وتحلل وتقرأ التاريخ وترسل تقاريرها للاستفادة منها. زرنا شبام وقرأنا في تاريخها أنها كانت تسمى الدولة الراشدية لانتشار العدل فيها، حتى أن الأغنام والذئاب كانت تسير في الوادي دون أن تعتدي الذئاب على الأغنام. أخلاق أهل شبام أخلاق عالية جدا، والمرأة عندهم مرأة محافظة إلى هذا التاريخ وهذا الوقت الذي زرناه، مرأة محافظة بقيمها وأخلاقها، ويعتني بها أهل شبام عناية كبيرة ويقدرونها. وزرنا المكلة، وما أدراك ما المكلة، هذه المنطقة العظيمة. رحنا للجامعة، جامعة حضرموت، وشفنا الشباب والبنات اللي قاعدين يدرسوا في كلية الطب وفي كلية الهندسة، رغم أنه الصيف، نحن زيارتنا الآن في الصيف ولا يوجد مكيفات، مجرد مراوح، وتعرفوا التعليم لما أتكلم عن مثل مهنة الطب أو مهنة الهندسة، ومع ذلك الشباب ما شاء الله فخورين بدراستهم، فخورين باهتمامهم. افتتحنا مخبر خاص بالأمور التقنية والطبية، وكذلك فتحنا مكتبة خاصة بالعلوم العلمية التي تهتم بجانب الهندسة وجانب الطب. رسالة جامعة حضرموت إلى الشباب والبنات: لا تتكلموا دائما عن المغريات وعن الأشكال وعن مطالب معينة، لا، هؤلاء رسالة. حتى أن وجدناهم يسيرون في طريق يعني صعب والشمس كانت حارة وشديدة، ومع ذلك يذهبوا إلى التعليم. الذي يريد أن يصل إلى مستوى عالي في التعليم لا يتكلم عن المكيفات ويتكلم عن الطرق، عليه أن يكون جادا في حياته. غوستاف لوبون في دراسته المهمة عن حركة الشعوب في كتابه المهم الذي سماه سيكولوجية الجماهير، قال أن حضارة الأمم تسقط بطريقين: الطريق الأول تدمير العقائد الدينية والسلوكية والسياسية والاجتماعية التي تتكون منها عناصر الحضارة، والطريق الثاني من خلال خلق شروط جديدة للوجود والفكر. هذين العاملين المهمين جدا في دراسته العميقة يجعلنا نتأمل في كيف نعيد الحضارة ونستمر في طريق الحضارة. نحن اليوم في بلاد حضرموت، هذه البلاد التي أعادت نظرية غوستاف لوبون في حفاظهم على العقائد والأخلاق والسلوك والعادات والطرائق الاجتماعية، واستمرارهم على اهتمامهم بقضية الفكر ووجودهم. وذلك سنقرأ إن شاء الله من خلال التأمل والمتابعة للأنشطة والبرامج والتاريخ الحضاري الذي فيه بلاد حضرموت العظيمة.
صرنا في منطقة المكلة، مركز حضرموت لتقنية المعلومات. حقيقة هذه رسالة تعلمناها، أنه في أحد القائمين على المركز، أحد الشباب المهمين جدا، عنده عقلية الذكاء، فاقترح هذا المقترح: أنا مهتم بعلم الكمبيوتر. فتولى أحد الشيوخ الشيخ عبد الله بقشان تدريسه في بلاد الهند، ودرس في شركة مايكروسوفت وتعلم تقنياتها الحديثة والتقنية العالية، ثم رجع إلى منطقته في حضرموت في المكلة وأنشأ هذا المركز، وأخذ يعلم الشباب ويعلم البنات على التقنيات الحديثة، وأصبحوا يصدروا شهادات عالمية بنفس المستوى، مستوى الجودة والتقنية. يعني واحد من الشباب عنده طموح، عنده تخصص، راح درس في مكمن أو مكنز العلم الشديد في الهند، وما جاء قال والله صعوبة وتغيرت علي الأحوال، لا، اللي بيوصل للمكان العالي لابد أن يتعب قليلا. فذهب ثم أخذ زكاة العلم والمعرفة، رجع إلى منطقة وأخذ يدرس الشباب والبنات في منطقة المكلة. وزرنا أيضا في مدينة المكلة بنك الأمل. فكرة هذا البنك فكرة مدنية، بنك مالي يقرض الشباب والبنات قرابة $1,000، يعني أقصى شيء لمثل أسنانهم وأعمارهم $1,000، يفتح فيها بسطة، يفتح فيها محل، يشارك في بعض المصنوعات والمنتوجات إلى أن ينمو ويكبر حتى لا يبقى عاطلا. فكرة رائدة جدا، أنه لا يسلم الشباب مجرد نعطيهم أموال ونسكت، لا، نعطيهم المال ونتابعهم فيه حتى يفتحوا محل، يفتحوا بسطة، يفتحوا مشاركة مع آخرين في بعض المنتوجات. وجدنا بعض الناس كانوا عمال، بعضهم ما كان عنده أي قدرة على التحرك، أخذ هذا المبلغ الزهيد، ثم الآن الحمد لله هم من أصحاب العمل وأصحاب الإنتاج. هكذا يفكر المجتمع الناهض، لا يترك الشباب في العطالة والفراغ، يعطيهم أموال ولو قليلة ويسارد معهم في الأفكار، المصنوعات والمشروعات، حتى ينتجوا في مجتمعهم. مثل هذا الفرع اللي احنا فيه الان في حضرموت، من 2011 الى الان 2013 اكثر من 2200 مستفيد، وكله بالطريقه الاسلاميه، التمويل الاسلامي، يهدف الى مساعده هؤلاء الناس، الشباب، النساء، والدخول في مشروعات. زرنا أيضا في المكلة معهد حضرموت للتنمية البشرية، حقيقة فكرة رائعة جدا. الشباب البنات الموجودين هناك لابد أن نستثمر تدريبهم وطاقاتهم، التدريب شيء أساسي في حياة المجتمعات وخاصة أجيال الشباب. أنشئ هذا الصرح المهم والكبير، يتدرب الشباب على اللغة الإنجليزية، يتدربون على التنمية البشرية، على المهارات، على العلوم الحياتية المختلفة، بحيث إذا نزلوا إلى سوق العمل، نزلوا إلى سوق الحياة، يجدون أن هذا التدريب ساندهم في الإنتاج والنهضة. ما أجمل أن يقوم بعض المؤسسين، بعض أصحاب المشروعات التطوعية، بإنشاء هذه المعاهد التنموية بأموال زهيدة حتى ننهض بشبابنا وفتياتنا. في الموارد الاقتصادية نجد أن حضرموت فيها قرابة 70-80% من ثروات اليمن، فيها النفط وفيها الموارد الاقتصادية من ناحية الثروة الزراعية والسمكية والمعادن والميناء، فإذا هي تملك المقوم الأول من مقومات الحضارة. والمقاوم الثاني ألا وهو النظم السياسية. حضرموت قاومت المستعمر البريطاني وكان لها دور في حروب الردة تاريخيا، إذا هي دولة تعرف معنى السياسة وتعرف معنى المقاتلة بالطريق الصحيح. والمقاوم الثالث العادات والتقاليد الخلقية الموجودة في بلاد حضرموت. عندما زرنا شبام ورأينا البيوت الموجودة وكيف أن النساء لهم دور خاص، وبيوتهم مكونة من 7 أدوار، البيوت مفتوحة على بعضها البعض في الدور السابع حتى يلتقي النساء ولا يحتكوا بالرجال، عندهم كانت مفاهيم وقيم أخلاقية راقية في هذا المستوى، إضافة إلى العادات والقيم التي يعلمها الناس الأجيال، وجدناها واضحة في أبناء بلاد حضرموت. وفي مقوم متابعة العلوم والفنون
نجد أنه رغم البيوت القليلة الموجودة في شبام 444 منزل إلا أنهم يتابعون العلوم من خلال المساجد والمدارس والتعليم والمعاهد، وكذا وجدنا اهتمامهم بالفنون، فليست هي بلدة جبلية ضيقة في قيمهم وفي معارفهم العلمية، لا، هي دولة منفتحة ومنطقة رائعة في جوانب الفنون والحضارات المنوعة. ليش لوحدك تعيش وفي غربة الليل تبكي وتزعل من تمسك الألم وتصيح وتبغى الأيام تجري الندم دايم يكون لما الروح تهوي شوف الهوى في النور مع الناس وامشي ليش لوحدك تعيش أصوم عن كل الخطايا وشومي وافطر على ذكرك ورجوايا رضا. هذا البرنامج برعاية